بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي أركان الصلاة؟ نعم، من يعرف أركان الصلاة؟ نعم يا أخي. الأول أربعة عشر. عشرات صلاة فرد صلاة أركان الصلاة هي أربعة عشر. يقول صلاة فرد عشرات ناتو. نعم، يقول الأول القيام مع القدرة، يرتب العلم. تمام، ما معنى القيام مع القدرة؟ أنه لابد أن يقوم، لابد أن يصلي قائما في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة فقط. إذن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة فقط. نعم، اثبت. نعم الشيخ. قوم مسجد بفرض صلاة لم يجلس مع القدرة، يعني غير القادر يسقط عنه القيام، كأن يكون عاجز أو مريض. نعم، فسرته. تمام، فإذا كان يستطيع أن يقوم نصف القيام، يعني يقرأ نصف الفاتحة، نقول لابد تقوم. جاء المرض، جاء التعب، تجلس. نعم، ما قام من كل صلاة بقماش، ما قام عن لبث لفرض صلاة بقماش وكمل. الثاني تكبيرة الإحرام في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة أو في النافلة. نعم، تكبيرة الافتتاح هي ما يجمع تكبيرة لفرض لسنة. هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ الجماعة ساتنا واسم من قول الله أكبر، هذا تكبيرة الإحرام. نعم، الله أكبر يمير وكالة نوية من فجاة تكبيرها من بالو. نعم، بعد هذا قراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة وفي النافلة، في السرية وفي الجهرية وفي كل ركعة، ولا تسقط الفاتحة بحال من الأحوال إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويدرك الركوع مع الإمام وتحسب له ركعة. نعم، فاتحة مقرات فردنا وشغل مكرابة كسر ومكرابة فاتحة عيسك إمام كالركوع ليلة إن يصوب الشاكة ولا مستقرة بفرد بنفل صلاة وهو مكرابة كسر ومكرابة لا سجى جم لا سجى إلا تكتين لهم لا تكتب. نعم، لابد أن نعلم الناس الفاتحة. نعم، فاتحة للناس تنرسون يقل لأن الآن إذا لا يحسن قراءة الفاتحة الصلاة باطلة. فاتحة تكرر صلاة وذكر. عندنا من يقول الذين، عندنا سويت يقولوا لا يقول الذين، فأنت تقول لابد تخرج لسانك حتى تخرج هذه الكلمة صحيحة. نعم، الذين يعلو الذين فرغم كرو شراط الذين يؤمنون ينبوهم. نعم، طيب أنا أسألك سؤال الآن، هذا إذا لم يصلي النافلة عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، صحيح؟ نعم، ترف يا سجد سو ترف على مسجد وتشقر يا دبت. فهذا قال انا اذا لم اصلي النافله ليس علي شيء، فاصلي النافله بدون قراءه الفاتحه، ايش رايك؟ بين يدي صلاه ترف يا دبنين نقرقل ترف صلاه ترف سلوانا ترف مسجد تشلاله يا الفاتحه بلن من دنا من اعيد السؤال مره اخرى. صلاة ترك صلاة يريد يصلي النافلة دون أن يقرأ في الفاتحة، يقول لو لم أصلي النافلة كاملة ليس علي شيء، فأنا أصلي بدون قراءة الفاتحة النافلة فقط. نعم، ممكن أو لا؟ ترك صلاة بعد مسجديني تطيق يعني أنه مع الله يطيق من ترك صلاة سلالي ترك صلاة كلا لبي
ترف صلاة بس أجري على ثانية من شجرة بروبيت من النمل ساجين. نعم لا يمكن يا أخي، هذا إذا لم يصلي ليس عليه إشكال، فقال أنا أصلي دون أقرأ فاتح. نعم لا إشكال، نقول صلي بدون فاتح، ما المشكلة؟ نقول إما تصلي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ولا تأتي مبطل، أو لا تصلي هنا النافلة فقط، أما لا يصلي بالكلية لا. إذن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ نعم، ولا الصلاة باطلة نحكم عليها، ليس على ما تحب تصلي، مفهوم؟ تمام. قال يا سجد بلاش النايب انت لو ما تشلا صلاه سجد الله بلا لا ترك صلاه تقوم هجن شرط المسفر تلا تفرد عفرد يا لا فاتحه صلاه يتم من لو انجي يا سيدنا متباعو نفل بيون يا لا فاتحه صلاه نم. تمام. الركوع ركوع معكم بس الاعتدال من الركوع. الركوع كان هو ما من نزات. السجود. لا ما قال السجود فقط. السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة. بصلاة أكالو سجود ما. الجبهة والأنف واحد، وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع الرجلين. نعم. بصلاة أكالو ست ناقم بارو بعد التسبع لين ولا تقول بتوشو. መዳፎቹ እንደገና የተረከዙ የእግሩ እጣቶቹ نعم والرفع منه ከእሱ ደግሞ መነሳት لا والجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين نعم نعم በሁለት ስግድ መካከል መቀመጥ አንዱ ነው و ترتيب بين الأركان إذا لابد يرتب نعم بفرضتنا بفرضت مكاكل تراوتنا تبك فرضا والطمأنينة في جميع الأركان. ما معنى الطمأنينة؟ لابد يطمئن، يعني تحصل الطمأنينة في الغالب بأن يقول الذكر الواجب في كل ركن. لو قال في ركوعي سبحان ربي العظيم حصل الطمأنينة في الغالب. تمام، يعني ما يقرأ الصلاة نقرا. نعم تلقى طول مسجد بمسجد باتشو كل صلاة طمأنينة يقدنو بتلي فرد فرد أذكاروتشي وهي مواجب أذكاروتشي إن ذكر باتشو يهال عندان بذمير باتشو يهال تستطيع بك عندان يقيني لها. نعم والتشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول. نعم يبدأ الرشاء تحية تقرعة والجلوس له لابد يتشهد وهو جالس ركن. نعم الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية أسرى لفنيو أسرى خستي وفيها أن أهل السنة يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب آل البيت، ورد على الرافضة هذا. لماذا؟ لأنهم جعلوا الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ نعم أهل السنة والجماعة من دياتشو نبي المولداتشو يصلاة لي صلاة إبراهيمية يا أردالو برواح بواش تكاراني إن السجن إننا نايو و حتى لمنا صلاة مقوى صلاة الإبراهيمية إلى اللبت بالشرع و والتسليمات ما شاء الله ولا تبدينا بعد بقى. أنتم السلام عليكم. السلام عليكم نعم